كريمي بينك باستا. اول شي رح بلش بتحضير الكريمة. دوبت الزبدة وهلأ رح ضيف عليهم الطحين. هلأ رح ضيف فوقهم الحليب، ملح وفلفل اسود. احركهم شوي وبتكون صارت الكريمة جاهزة عنا. وكمان رح ضيف فوقهم ملعقة جبنة. اما هون عم اسلق المعكرونة. وهلأ بدنا نحضر صوص الباستا. قليت شوية ثوم مع الزيت وهلأ رح ضيف فوقهم الصوص. بعد ما استوت المعكرونة عنا رح ضيف فوقهم صوص الباستا والكريمي صوص. اخر شي رح ضيف شوية موزاريلا واحركهم وبتكون جاهزة. صحتين.